طب احنا فبالتالي عايزين نسأل حضرتك عن محمد صلاح بقى تحديدا، مش بس عن أداء المنتخب. النجم محمد صلاح بالنسبة لنا وقصة بقائه أو رحيله عن ليفربول وكأنها تخص كل واحد فينا، لو بقى فاحنا هنبقى حاسين بانتصار صلاح في المفاوضات، ولو رحل في حاجة عاطفية كده من صعود صلاح الشديد. قول لي بقى تفسيرك للتصريحات اللي رايحة جاية من يورجن كلوب ومن رامي فارس الوكيل محمد صلاح، عفوا رامي عباس وكيل محمد صلاح، وقول لي كده تفسيرك للتصريحات اللي رايحه جايه انه يورجن كلوب بيقول انه احنا ليفربول قدم اخر ما عنده لصلاح، ووكيل صلاح لما بيرد بحاجات مبهمه كده على تويتر. اشرح لنا بس الكواليس. طيب نشرح للناس الموقف ايه عشان تبقى الناس عايشه معاك القصه وفاهمين الموقف ايه. هو قبل مباراه ليفربول وبرايتون سؤال يورجن كلوب عن اذا ما كان النادي ممكن يقدم المزيد لمحمد صلاح عشان يعملوا عقد جديد. الراجل المدير الفني قال ان ليفربول عمل ما بوسعه انه يحتفظ بمحمد صلاح، والكره الان او الموضوع الان في ايد محمد صلاح. الكلام ده طبعا بس هو قال برضه عشان نبقى منصفين، قال ما فيش اي اسباب تدعو للقلق في هذا الموضوع، يعني بالنص الواحد يعني. كلام ما عجبش رامي عباس او استفز رامي عباس، او كلمات كلوب ما عجبتش رامي عباس وكيل او مدير اعمال محمد. رد بسرعه بتويتر او بسخريه كده ايموشنات فيها ضحك دون اي تعليل. طبعا ده مش هيمر مرور الكرام، لان الصحافه الانجليزيه والاعلام الانجليزي لما بيشن الحرب او لما بيدخل الجيم توتر يعني. في صحفي مهم جدا اسمه رومانو. رومانو ده خبير انتقالات في لاعبين في اوروبا كلها مش في انجلترا بس، ده اهم صحفي بيغطي الانتقالات في اوروبا، فصحفي موثوق منه يعني. قال ان محمد صلاح عايز يقعد او جايته انه يقعد في ليفربول بس مع تحقيق شروطه. ان بالوضع ده محمد صلاح ممكن ما يقعدش. محمد صلاح بياخد كام يا ست الكل؟ بياخد 200,000 جنيه استرليني اسبوعيا، وعاوز 450 او طلب. نقول ليه؟ محمد صلاح ترتيبه هو رقم 15 في اعلى اجرا في انجلترا، بعد لعيبه ما حققتش ربع ما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول او غير ليفربول. يعني تقول ان القايمه تبدا بكريستيانو 510 وتنتهي بلعيبه مستواها لا يتناسب مع ما يقدمه محمد صلاح، بياخدوا اضعاف محمد صلاح، وبالتالي الرقم اللي طالبه محمد صلاح وفقا لان هو لاعب بقى له 5 سنين في ليفربول، واخد الهداف مرتين، واخد احسن لاعب في انجلترا، وحقق معاهم دوري، وحقق معاهم بطوله دوري ابطال اوروبا، وبعدين محافظ على نفسه كل سنه بيجيب اكتر من 20 هدف. ويعني يعني حضرتك من المؤيدين لنظريه انه ادائك هو اللي بيحتم اجرك، والحديث عن الاجر ما هوش كلام مادي بس، لكنه في جزء من تقدير. قيمه التسويقيه محمد صلاح ارتفعت مع نمو ونضوج محمد صلاح ويقدم مستويات. فرقم 400,000 استرليني اللي هو طالبه محمد صلاح رقم منطقي جدا. طب بالنسبه لظروف السوق حاليا، طيب بالنسبه لظروف ليفربول كنادي، هل ده رقم منطقي؟ انا اعتقد ان 400,000 استرليني ليفربول مش هيقدر يقدمهم محمد صلاح في الفتره الجايه. وانا اعتقد ان الموسم محمد صلاح طبعا عقده بينتهي نهايه السنه الجايه مش السنه دي. انا اعتقد ان محمد صلاح مستقبله مع ليفربول مش هيكون الطف حاجه، او هيعيش اخر السنه دي مع ليفربول يا نهايه السنه دي اذا كان في عرض نادي يقدم يشتري محمد ليفربول من ليفربول زي باريس سان جيرمان مثلا، او مانشستر سيتي زي ما يقال في الخفاء او في الكواليس، او محمد استنى لحد ما عقده ينتهي السنه الجايه. وانا ما اعتقدش ان ليفربول لو ما نجحش انه يجدد لمحمد هذا الموسم، اعتقد ان محمد هيرحل في مطلع الموسم الجديد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويبقى يعني ابننا يعمل اللي هو عاوزه، احنا 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 معاه في قراره ايا كان. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش.
وتاني المتابعة للمفاوضات وطريقة التفاوض طول الوقت. أرجوكم ما تاخدناش لفكرة شوف بياخدوا كام، لأنه في بعض الناس بتختزل الحكاية كلها، ويعني هو مش مكفي كذا، يعني الحكاية مش كده خالص. لأن أنا ساعات الواحد بيقعد يسمع طرق من أو أنواط من التفكير غريبة، لكن زي ما أستاذ أحمد قال وزي ما المنطق بيقول وزي ما مقاييس السوق بتقول، أدائك هو اللي بيحدد سعرك وقيمتك. محمد صلاح قبل ما يتفاوض على الرقم الرهيب اشتغل واجتهد وعمل هذا او هذه المعجزه الكرويه اللي اسمها محمد صلاح. فخلوا بقى قصه محمد صلاح زي ما احنا كده بنستلهم منها حاجات كتير، خلوها تبقى هي طريقه التفاوض. لسه امبارح في الحلقه كنا بنقول اشتغل كويس واطلب مرتب اكتر، اشتغل كويس واعمل شغل كويس قوي للمؤسسه اللي انت بتشتغل فيها واطلب حقك في وقت غلا وزياده اسعار. ده منطق طبيعي جدا للامور، لكن من غير بقى ما اشتغل كويس، من غير ما اعمل احسن ما عندي، من غير ما اتطور جدا جدا، يبقى الكلام والحديث عن الفلوس كلام مادي بحت زي ما احنا احيانا بنفسرها.